بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله مباراة نادي الأهلي ضد نادي سيمبا التنزاني في المجموعة في دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. زي ما حضراتكم عارفين نادي الأهلي لعب مباراتين، المباراة الأولى انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء ضد فيتا كلاب الكونغولي، والمباراة الثانية وتعادل إيجابي ما بين النادي الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري. أما اليوم فهي المباراة الثالثة للنادي الأهلي في دوري المجموعات، نتيجتها مهمة جدا 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 للنادي الأهلي النهاردة. الحقيقة قبل ما أتكلم عن هذه المباراة، وعندنا كلام فيما يخص اتحاد كرة القدم وماذا حدث من اتحاد كرة القدم اليوم في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن دايما بناخد بالنا أو دايما بنتذكر شهدائنا، بنتذكرهم لأنه كان يوم من أسوأ الأيام اللي كانت في حياتنا. أنا عمري في حياتي ما هنسى اليوم ده، لأن اليوم ده بالنسبة لي يعني مش قادر أمحيه من ذاكرتي، ولا حد أهلاوي ولا حد مصري ولا حد عاقل يقدر يشيل اليوم ده من دماغه. وبالتالي الشهداء دول هيفضلوا دايما جوانا، ودايما هنفضل نفتكرهم، دايما هنفضل نفتكرهم، ودايما هيفضلوا موجودين معانا واحنا عايشين خلال الفتره اللي فاتت، السبع سنين اللي فاتوا دول، بروحهم ومساندتهم. مساندتهم لانهم هم الاساس في كل شيء خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه مع جمهور النادي الاهلي. الف رحمه على شهدائنا في زي ما حضراتكم عارفين انا ما بحبش افكر الناس، ولكن كل الاهلاويه متذكرين، الف رحمه عليهم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دايما يبقوا دايما في قلوبنا، ودايما يفضلوا معانا بروحهم يا رب ان شاء الله. نرجع بقى لمباراتنا النهارده، واول حاجه عايز اتكلم فيها النهارده، كان هناك في اجتماع لمجلس اداره النادي او لمجلس اداره اتحاد كره القدم المصري. خلال الفتره اللي فاتت ظهرت ازمه على الساحه، ازمه مؤجلات الدوري العام. نادي بيراميدز ونادي الزمالك الاثنين متحالفين ومتكتلين مع بعض، الحقيقه عايزين النادي الاهلي يلعب مباراته او مبارياته المؤجله. والحقيقه يعني اتحاد كره القدم في اليوم اللي انا طلبت، ان يوم الاربعاء اللي فات، وانا الحقيقه ما كنتش اعرف، لكن طلبت ان اتحاد كره القدم يتدخل، ان هو المنوط باستخدام كل ادواته علشان يقدر يتصرف في موضوع هذه المباريات. ولكن في النهاية الحقيقة دايما اللي عايز أقوله لحضراتكم، إن اتحاد كرة القدم هو اللي في إيده كل شيء، وهو اللي في إيده وهو اللي يدير هذه المسابقة. وبالفعل هو بعت للنادي الأهلي مبارياته حتى يوم 30 مارس، زي ما أنتم عارفين النهاردة أو هذا الشهر في حوالي 8 مباريات هيتلعبوا في شهر واحد، كل 3 أيام مباراة. النهاردة مباراة أفريقية، يوم 5 هتبقى في مباراة أخرى، وهكذا لغاية إن شاء الله يوم 28/2. عموما خلينا نعرف إيه اللي حصل النهاردة في اجتماع اتحاد كرة القدم المصري مع اللواء ثروة سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. سيادة اللواء ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام ازي حضرتك ومنور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا فندم، ربنا دايما حضرتك اللي منور. اخبار حضرتك ايه والدنيا اخبارها ايه؟ اسلام والله يعني في كل مكان وفي كل قناه انت كده، يعني الاعلام المحترم اللي احنا بنتشرف فيه دايما، يعني ده شرف لينا يا فندم، ربنا يخليك. يعني ماذا حدث في اجتماع مجلس اداره اتحاد كره القدم اليوم؟ والله يا كابتن احنا بس يعني لازم اوضح لحضرتك ان فضل. ان دايما بيبقى في انتقاد دايما لاتحاد الكوره. مظبوط. في اي قرارات في المسابقات، في التحكيم، لكن لازم الناس تبقى عارفه بالنسبه بالذات للمسابقات، هي الاستاذ المسابقات راجل محترم الكابتن عامر حسين. طبعا راجل متطوع، عنده انكار ذات، ما بيتكلمش كتير. معلش يا سياده اللواء انا هقطعك بس في الجزء ده، هل هناك اتجاه لاقاله الاستاذ عامر حسين؟ ما مش ممكن يبقى في اقاله، وانا بكلم حضرتك بقول لك انه راجل افضل من تولى المنظومه دي. مزبوط. يعني منظومه المسابقات دي بعد سياده اللواء نايف عزت، ما اعتقدش في حد افضل من الكابتن عامر حسين يتولى الملف ده. لكن عاوز اقول لحضرتك برضو الناس اللي دايما تفتي يا كابتن اسلام وتقول ان احنا جدول وجدول، لو حضرتك الاجنده بتاعت الجداول واجنده المباريات والملاعب اتحطت قدام اي حد خبير في المسابقات مش هيقدر يعمل اكتر من اللي بيتعمل من الكابتن عامر حسين، في ظل عندك مسابقات افريقيه وعربيه ومسابقه محليه وكاس مصر، وعندك ملاعب بتتقفل عشان تواجه ان احنا يتم تحديثها عشان كاس امم. مظبوط. موضوع كابتن اسلام صعب جدا،
وبالتالي كان في قرار محترم من اتحاد الكره النهارده ان يدعو ال 18 نادي ويبقى فيه اجتماع يوم الاربعاء الساعه 2 الظهر ويشوفوا الكلام ده على الطبيعه ويشوفوا ان ما فيش مجامله لاي نادي. الموضوع كله انك انت عندك تزاحم في المباريات، تزاحم في الملاعب نفسها. عندك استاد بورسعيد واستاد الاسماعيليه، قد يكون استاد بورسعيد مش مفعل لكن استاد الاسماعيليه واستاد السويس هيكونوا هيتقفلوا طبعا عشان موضوع كاس الامم. نعم. عندك استاد اسكندريه، كل ده كابتن اسلام عائق ومعوقات لجدول المسابقه. ولكن كان في شيء محترم من الكابتن هاني النهارده ومن مجلس اداره، يجي الانديه تشوف الكلام ده على الطبيعه عشان يعرفوا ان مفيش ادنى مجامله لاي نادي في جدول المباريات. معلش يا فندم انا هقطع حضرتك في النقطه دي، لكن اللي عايز اعرفه من حضرتك ان اتحاد كره القدم هو من يدير المسابقات، بمعنى ان هو اللي بيحط المواعيد وهو اللي بيحط الكلام ده كله، بدليل ان في اول الموسم يعني وانا قلت الكلام ده بقى يوم الاربعاء اللي فات، قلت ان الحاج عامر حسين قعد مع كل الانديه وقعد مع مجلس اداره اتحاد كره القدم وقال لهم ان السنه دي سنه استثنائيه، بغض النظر كمان قبل كمان ما تخش علينا بطوله الامم الافريقيه ومصر تنظم هذه البطوله، قال ان في خلينا نعمل الدوري على مجموعتين افضل وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل، لان الدوري على مجموعتين هيكون ترتيبه اسهل بالنسبه لهذه السنه الاستثنائيه اللي هيكون فيها بطوله الامم في شهر 6 والبطوله دوري ابطال افريقيا والبطوله الكونفدراليه لازم تخلص قبل شهر 6 القادم. فالانديه كلها رفضت يا فندم، وبالتالي الانديه رفضت يا كابتن اسلام، وحتى الان الموضوع ده يعني بعيد تماما عن تفكير اتحاد الكوره في اي سنوات قادمه، لان مجموعتين انت بتتكلم النهارده في الدوري اقوى من اقوى الدوريات اللي حصلت خلال الثلاث اربع مواسم اللي فاتت الدوري الموسم ده. وانا بقول لحضرتك لا تفكير ولا في اي ادنى تفكير ان ممكن يكون في الغاء للدوري، الدوري مستمر. أيوة. حتى لو دخل علينا كاس الامم هيستكمل بعد كاس الامم، لان انت النهارده يعني ده جهد كابتن اسلام وجهد اتحاد الكوره. فعاوز اقول لحضرتك بس ان النهارده او دعوه الاجتماع للانديه عشان يبقى، وده يعني بمنتهى الصراحه كابتن اسلام من عيوب اتحاد الكوره ان احنا ما بيبقاش في مبررات للقرار، يعني بتطلع قرار ليه مبررات وليه حيثياته لكن يعني ما بنقولش، وبالتالي يبقى الناس تهاجم. لكن لما نقعد يا كابتن اسلام ويتعرض الجدول ويتعرض مبررات الكابتن عامر حسين للجدول اللي اتعمل وليه اتحط الاهلي والزمالك يوم 30 والانديه تشوف الكلام ده، واذا توافق للانديه او الانديه رأت ان ممكن يبقى في تعديل اتحاد الكوره مش هيكون عنده اي ادنى مشكله. معلش يا فندم، بس هنا القرار المفروض ان هو يكون في يد اتحاد كره القدم، وبالفعل اتحاد كره القدم ادى او بعت للنادي الاهلي مثلا، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي اتبعت له جواب لغايه يوم 30 المباريات اللي هيلعبها، وبالتالي اذا كان هناك اي متغيرات يبقى مش الاتحاد هو اللي بيدير بقى في تلك الحاله يعني. امال احنا كابتن بعد اذنك كابتن اسلام. ايوه يا فندم، يعني الكلام ده بعد اذن حضرتك مش مقبول اصلا ان ممكن حد يدير الاتحاد غير اتحاد الكوره. طبعا. او مجلس الاداره تحديدا. طبعا. عشان كده بقول لحضرتك عشان ما يتقالش ان في تعديل حصل او حد تدخل للتعديل، احنا بنجمع ال 18 وبندعو ال 18 نادي عشان ال 18 نادي يبقى فيه مناقشه ان كان هناك احتمالات ولو في 1% من التعديلات يكون في وجود ال 18 نادي يا كابتن. ايوه. انت عارف ان ده قرار الانديه واتحاد الكوره مش قرار حد منفرد. يعني اذا سبب الدعوه كابتن اسلام، سبب الدعوه عشان يبقى في رؤيه وتبقى تكون كل واحد يعرف ايه سبب ان الجدول اتحط بالطريقه دي. حضرتك بيقول لك ما شفناش دوري في الدنيا بيتعمل ماتشاته بتتغير كل اسبوع. انا لو حضرتك بس يعني قلنا الكواليس اللي بتحصل في ماتشات يا كابتن اسلام كانت معرضه للتاجيل او الالغاء فجر نفس يوم المباراه. الكلام ده انا شريك الكابتن عامر في الحوارات اللي موجوده مع الجهات الامنيه مع بالزبط. اداره الملاعب، لان بتبقى في مستجدات وفي موضوعات يعني صعب جدا يا كابتن اسلام يبقى انك تعلن عليها، بتبقى في حاجات واسباب يعني لصالح البلد ولمصلحه البلد. فبالتالي حضرتك كل الحاجات دي قلنا نجيب ال 18 نادي يتعرف ايه اللي بيحصل والجهد اللي بتنزل في الإدارة اتحاد الكوره من لجنه المسابقات عشان يبقى الواقع اللي احنا عايشين فيه يبقى ال 18 نادي في الدوري الممتاز شايفينه. ليه ما بيحصلش تعديلات في القسم الثاني؟ ليه جدول
تاني بيتعرف من اول اسبوع لاخر اسبوع، لان التدخلات فيها او الاحداث اللي موجوده اللي بتاثر على سير المباريات مش موجوده في القسم الثاني زي الدوري الممتاز. انت النهارده لما بيكون عندك احتفاليه او اي حدث في القاهره ممكن سهل جدا انك تاجل ماتش او تلغي ماتش لوجود حدث معين، لوجود زياره مهمه في البلد. الكلام ده كله يا كابتن اسلام ليه تاثير على سير الجدول الدوري، لان في الوضع اللي زي ما الجهات الامنيه ووزاره الداخليه هي اكثر الوزارات الداعمه للكوره في مصر والرياضه في مصر، وما تقدرش تلعب كوره من غير امن، بالتالي برضو لما يكون في احداث معينه او ظروف امنيه معينه لازم يكون احنا برضو ده في الاول وفي الاخر لصالح مصر لصالح البلد. لما جيت تاخد كاس امم افريقيا وتقول النهارده ان احنا ننظمها في مصر، كان اول الجهات المسانده للتنظيم هي وزاره الداخليه والجهات الامنيه. فبالتالي يا كابتن اسلام في احداث معينه بتاثر على الجدول لا دخل للاتحاد الكره بيها. لما نجيب ال 18 نادي ويتعرف الكلام ده كله وايه سبب الجدول، وان كان هناك تعديل يبقى التعديل بموافقه ال 18 نادي عشان ما يتقالش في لحظه من اللحظات لا احنا عدلنا جدول احنا عاملينه وعاملينه لصالح الانديه لا مجامله لنادي معين. لو في تاخير في ماتش الاهلي والزمالك، التاخير في ماتش الاهلي والزمالك لارتباطات الاهلي الافريقيه وارتباطات الزمالك الافريقيه، كل الكلام ده يا كابتن اسلام هيتعرض على في الاجتماع بتاع الانديه. يجب ان يكون هناك موافقه من ال 18 نادي، بس هو الموضوع يخص ثلاث انديه الاهلي والزمالك وبيراميدز. في الاول وفي الاخر برضه يا كابتن اسلام احنا معلش الانديه كلها زي ما اتحاد الكوره دايما بيقول على مسافه واحده. طبعا اقول لحضرتك ان كان هناك انا ما اقولكش يعني الاصل يا فندم، يعني الاصل يا فندم في ان يوم الاربعاء القعده عشان حضراتكم تشرحوا وجهه النظر في لماذا هذه المباريات اتلعبت لنادي الاهلي دلوقتي ولنادي بيراميدز دلوقتي ولنادي الزمالك دلوقتي، هو ده الكلام يعني صح؟ الاصل في القعده يا كابتن اسلام ايوه مناقشه مشاكل المسابقه وايه الظروف اللي احنا عايشين فيها في المسابقه. نمره 2 كابتن عصام عبد الفتاح طالب انه يكون في الاستخدامات الحديثه اللي هي الفار في المباريات. طبعا لازم الكلام ده كله يشارك فيه الانديه نفسها لان هو مكلف جدا. كل الكلام ده كابتن يمكن في حرص من اتحاد الكوره ومجلس الاداره ان ما يكونش في قرارات يعني للاتحاد فرديه، عاوزين يبقى في مشاركه من الانديه في اتخاذ، لان القرارات دي قرارات هترجع على الانديه بالفايده لكن هي مكلفه. فلازم كله يبقى عارف ان اتحاد الكوره حابب جدا يعمل الافضل والاحسن. طبعا بس بمشاركه الانديه. انا بشكر حضرتك جدا يا ثروت بيه على هذه المداخله وعلى كل هذه التوضيحات. اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، يعني كلام الحقيقه مهم جدا وكلام محترم. الاهم فيه ان يوم الاربع او اللي عرفناه ان يوم الاربع الاصل في اجتماع مجلس اداره اتحاد كره القدم يوم الاربع القادم مع ال 18 نادي اللي بيمثلوا الانديه في الدوري الممتاز، ال 18 فريق اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز، الاصل في هذه القعده شرح شكل المؤجلات للنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز. نادي بيراميدز ما عندوش مؤجلات ولكن هو داخل طلب بيقول ان هو مش هيلعب مبارياته خلال الفتره القادمه الا اذا الاهلي لعب مبارياته المؤجله، وبالتالي الاصل في القعده ان يوم الاربعاء اللي جاي ان اتحاد كره القدم بيشرح للناس ليه اتعمل كده. ده الاصل في القعده، لانه او ده الصح بيني وبينكم، لانه اتحاد كره القدم هو القرار في ايديه او دايما القرار في ايديه، وبالتالي هو اللي من حقه ان هو ياخد القرار. وبالفعل النادي الاهلي انا يمكن قلت لحضراتكم الكلام ده يوم الاربعاء، وامبارح طلع بيان من مجلس اداره النادي الاهلي ان المباريات اللي هتلعب بنفس اسماء الفرق وفي نفس مواعيدها، الا اذا حصل اي تغيير النادي الاهلي سيعتذر عن هذه المباريات. ده في بيان النادي الاهلي امبارح. الكلام ده انا قلته لحضراتكم يوم الاربعاء اللي فات. انا قلت ان النادي الاهلي لما بيقول كلمه من بقه، هو دايما الرجاله كده لما بيقول كلمه من بقه تلاقيه محافظ عليها. وفي اول السنه النادي الاهلي اعترض على دوري المجموعتين، وبالتالي اتقال ان في صعوبات وهتبقى بالنسبه للنادي الاهلي هي صعوبات اكبر، ولكن النادي الاهلي وافق على كل هذه الامور، وبالتالي هو ملتزم بكلامه اللي بيقوله ان هو هيلعب المباريات. جالي جواب، انا دلوقتي قاعد جالي جواب، هتلعب يوم 2 مع في البطوله الافريقيه، هتلعب يوم 5 مع امبي، هتلعب يوم 8 مع كذا، هتلعب يوم كذا مع كذا، هتلعب يوم كذا مع كذا. الجواب الرسمي اللي عندي هو اللي بيقول الكلام ده، وبالتالي
انا الحقيقه استريحت جدا لان كلام اللواء ثروت سويلم مدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم قال ان الاصل في الموضوع او الاصل في القعده يوم الاربعاء اللي جاي اتحاد كره القدم مع الانديه، الاصل فيها شرح المؤجلات وشرح لماذا تمت هذه المؤجلات بالنسبه للنادي الاهلي ولماذا تم اللعب مع هذه الفرق تحديدا للنادي الاهلي ولنادي الزمالك، لانه ده الصح زي ما قلت لحضراتكم، هو ده الصح لان احنا سمعنا كلام من ساعه بقى ما الاتحاد المصري لكره القدم اعلن هذه الامور وان هتبقى في قاعده يوم الاربعاء، اتقال بقى ان الانديه طبعا احنا عندنا الانديه المصريه كلها انديه محترمه كلها 18 فرقه مش ال 18 كل انديه الدرجات المختلفه هي انديه محترمه وكلا يبحث عن مصلحته، ولكن هناك مصلحه عامه وهي مصلحه البلد، مصلحه البلد ان احنا نتكاتف خلال الفتره اللي جايه وكله يقف مع بعضه، كل واحد او كل رئيس نادي يدور على مصلحة نادي من وجهة نظر، ولكن في النهاية يجب أن تكون المصلحة العليا هي من تسود اللي هي مصلحة مصر. عشان كده النادي الأهلي وافق أنه يلعب كل 3 أيام مباراة، النادي الأهلي عشان المصلحة العليا اللي هي مصلحة مصر قالت أنه لازم يتوافق أنه يلعب 3 أيام مباراة في ظل هذه الإصابات الكثيرة. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم مهم جدا أن احنا نستنى لغاية يوم الأربع ولا نطلق أحكاما على اي شيء، لان زي ما قلت لكم ان في قال ان في تكتلات هتحصل معينه علشان حاجات تانية تحصل، ده هنفضل مش هتكلم فيه خالص، انا عارف الكلام ده من دلوقتي لكن انا مش هتكلم فيه خالص غير لما نشوف القرارات اللي هتحصل ايه يوم الاربع القادم. طيب معانا كريم، طيب خلينا بقى نتكلم عن مباراه النادي الاهلي ومباراه ونادي سيمبا، خلينا نروح نشوف كريم احمد هيقول لنا ايه من هو في الملعب ولا في الفندق؟ في الفندق. طيب خلينا نروح نشوف كريم احمد هيقول لنا ايه من فندق اللاعبين في قبل مباراه سيمبا. اتفضل يا كريم. تحية ليك يا كابتن اسلام، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من البطوله الافريقيه، الاهلي وسيمبا بطل تنزانيا على استاد برج العرب في تمام الساعه 9 مساء ان شاء الله باذن الله. كالعاده يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه، مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي نظرا لتلاحم المباريات الكبير من بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه، لكن اكيد النادي الاهلي كالعاده الجميع على قلب رجل واحد باذن الله النهارده النادي الاهلي يكون موفق اداء ونتيجه ان شاء الله تساعده في مشواره في البطوله الافريقيه. كعادتنا ايضا كمان يا كابتن اسلام من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي بنكون متواجدين في فندق الاقامه مع لاعبي النادي الاهلي، بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه بالفريق. النادي الاهلي كعادته يمكن سمه معسكرات للنادي الاهلي هي التركيز الشديد اللي بيكون فرضه هنا للجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي، الكابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ، بيكون في تركيز كبير جدا، وايضا لاعبي النادي الاهلي تعلم جيدا اهميه هذه المباراه، مباراه على ارضنا في حضور جماهيري كبير، ففي تركيز شديد جدا. يمكن اكيد حضور الجماهير هيكون له دور كبير وتاثير كبير جدا في هذه المباراه بجانب الخطط الفنيه والجانب النفسي اللي بيتعامل معاه مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الجهاز الفني بالكامل، لان الاصابات العديده اللي يمكن النادي الاهلي خلاص كل مباراه بيكون في لاعب واثنين بيفقد النادي الاهلي جهوداتهم في المباريات القادمه، لكن المتواجد في القائمه سواء يمكن لعيب بيكون بيشارك في الباك رايت بيشارك في الباك ليفت خلاص ما فيش ادوار دلوقتي خلال هذه المرحله، مرحله محتاجه تكاتف بشكل كبير للاعب النادي الاهلي وانكار ذات بشكل كبير جدا، وبالفعل ده اللي بيحققوا لاعبي النادي الاهلي كل مباراه بيكون في تطور في الاداء، وايضا كمان بنشوف روح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي. ان شاء الله النهارده يكون النادي الاهلي موفق، جمهور النادي الاهلي السند والدعم الحقيقي من اول دقيقه لاخر دقيقه، تشجيع مثالي باسم النادي الاهلي، وباذن الله عقب انتهاء المباراه تكون فرحه اداء ونتيجه للاعبي النادي الاهلي. يمكن لو باكد يا كابتن اسلام احنا متواجدين في فندق الاقامه خلاص، يمكن المحاضره الفنيه الاخيره لمستر مارتن لاسارتي انتهت بالفعل، اكيد التشكيل والتكتيك وكل الامور الخاصه به فريق سيمبا بطل تنزانيا مستر مارتن والجهاز الفني اتكلم عليها بشكل كبير خلال الايام الماضيه في التدريبات في محاضرات الفيديو لحظات، ايضا يمكن خلاص لاعبي النادي الاهلي هتتوجه مباشره الى استاد برج العرب استعدادا لهذه المباراه المرتقبه والمنتظره. دور يمكن الجمهور عايز اتكلم عليها كابتن اسلام معاك، اكيد النهارده يمكن لما نقدر نقول نفاذ عدد كميه التذاكر قبل المباراه ده يمكن يدل على وعي جمهور النادي الاهلي. النهارده جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير جدا، يعلم جيدا اهميه تواجده في المدرجات، المسانده مطلوبه والدعم
الدعم والتحفيز مطلوب. النادي الاهلي محتاجه جمهوره بشكل كبير خلال المرحله القادمه. ولو بتكلم كمان على الربط بين مجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي، يمكن مجلس الاداره بيبذل جهد كبير جدا لعوده الجمهور بالشكل المطلوب وبالشكل المامول، ان يمكن يكون الاستاد بالكامل جمهور النادي الاهلي متواجد فيه. في يمكن تنسيق على اعلى مستوى مع القيادات الامنيه، ايضا كمان الجهات المعنيه المسؤوله عن دخول جمهور النادي الاهلي في تواصل بشكل مستمر. لكن جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير، وعي جمهور النادي الاهلي مفيش رهان عليه، نعلم جيدا وعي جمهور النادي الاهلي في المباريات الهامه والمباريات المرتقبه. ان شاء الله النهارده يكون دور كبير للاعبين مع الجمهور مع التكاتف الجميع. ان شاء الله باذن الله نفرح النهارده كابتن اسلام مع لاعبي النادي الاهلي اداء ونتيجه. ان شاء الله تكون مباراه الاهلي من نصيب الاهلي وسيمبا بطل تنزانيا تكون من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم. الحقيقه برضو عايز اقول لحضراتكم ما هي نتائج مباريات اللي اتلعبت النهارده في دوري ابطال افريقيا. اخيرا احنا لسه بيقولوا لي دلوقتي ان مباراه فيتا كلاب مع شبيبه الثوره الجزائري انتهت بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين بهدفين لكل فريق. زي ما حضراتكم عارفين نادي فيتا كلاب بيلعب في على ارضه وتعادل مع نادي شبيبه الثوره الجزائري بهدفين لكل فريق. كل ده للثوره، شبيبه الثوره بيعملوا ده بسبب تعادله مع النادي الاهلي. لما تعادل مع النادي الاهلي معنوياته بقت في السماء، الناس ما بقتش مصدقه. راح يتعادل مع فيتا كلاب في فيتا كلاب بهدفين لكل فريق. تعالوا نروح نشوف المباريات اللي اتلعبت النهارده ونتائج هذه المباريات، نتائج مباراه الجوله الثالثه في دوري ابطال افريقيا. سان داونز واسك ميموزا وفوز سان داونز 3-1. مازيمبي بيفوز على الافريقي التونسي 8-0. خدوا بال حضراتكم النتيجه دي حقيقيه، احنا مش غلطانين في الجرافيك ولا حاجه، ولكن النتيجه الحقيقيه 8-0 لنادي مازيمبي الكونغولي. الحقيقه الله يكون في عون جمهور واداره النادي الافريقي التونسي. مباراه طبعا بتبقى صعبه قوي ونتيجه كبيره جدا جدا على النادي الافريقي. لوبي ستارز النيجيري هزم من الوداد الرياضي المغربي بهدف مقابل لا شيء. اما بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي برضه هزم من حوريه كوناكري الغيني بهدف مقابل لا شيء. فيتا كلاب تعادل مع شبيبه الثوره الجزائري بهدفين لكل فريق. لو ما كانش النادي شبيبه الثوره تعادل مع النادي الاهلي، انا ما اعتقدش ان هو كان هيعمل النتيجه دي مع فيتا كلاب. لكن في النهايه يعني في ناس انا قريت دلوقتي او بيقولوا لي ان اتقال ان الهدف التالي لشبيبه الثوره اقرب الى التسلل، احنا مش ما شفناهوش الحقيقه، ولكن هو بيقولوا اقرب الى التسلل ان هو يتحسب، في شك ان هو يبقى ايه تسلل. خلينا في النتائج بعد كده. اما مباريات اليوم النهارده، المباريات اللي هتتلعب النهارده في دوري ابطال افريقيا، نادي الاهلي طبعا سيلاقي سيمبا التنزاني بعد قليل في تمام الساعه 9، اورلاندو بايرتس سيلاقي الترجي الرياضي التونسي ايضا في تمام الساعه 9. طيب زي ما حضراتكم شايفين هنتكلم بقى عن مباراة النهارده وماذا سيحدث في مباراة اليوم. زي ما حضراتكم عارفين وزي ما متعودين بنعمل مع حضراتكم جرافيك لهذه المباراة. طبعا النهارده 2 فبراير وهي بداية مباريات النادي الأهلي في شهر فبراير، الشهر الصعب جدا جدا جدا، وهذا الشهر لا يحتاج إلا دعم جماهير النادي الأهلي. دعم جماهير النادي الأهلي. طيب الأهلي سيلقي سيمبا في دوري أبطال إفريقيا في دوري المجموعات. اما ارقام النادي الاهلي في البطوله الافريقيه للانديه، لعب 346 مباراه فاز في 174، تعادل في 93 مباراه وهزم في 79 مباراه، له 514 هدف عليه 266 هدف. اما ارقام النادي الاهلي في دوري الابطال الافريقي، لعب 266 مباراه فاز في 131، تعادل في 77 هزم في 58، له 401 عليه 208 هدف. اما تاريخ الاهلي في دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، لعب 92 مباراه فاز في 42 هزم في 9 او تعادل في 29 وهزم في 21 مباراه، له 128 مباراه او له 128 هدف وعليه 92 هدف. النادي الاهلي لعب في دوري المجموعات 15 مره، صعد للمرحله التاليه 10 مرات ولم يصعد او خرج من دوري المجموعات لخمس مرات. نتائج النادي الاهلي مع الانديه التنزانيه بالترتيب هم يانج افريكانز وسيمبا وبامبا وماجي. لعب 16 مباراه وفاز في 10، تعادل في 4، هزم في مباراتين، له 31 هدف عليه 6 اهداف. نتائج الاهلي مع سيمبا بقى،
لعب مباراتين مع سيمبا، فاز في مباراة لم يتعادل، وهزم في مباراة أيضا، له 3 أهداف وعليه هدفين. أما مشوار النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019، أولى المباريات كانت مباراة الذهاب مع جيما أبا جيفار، وكسب النادي الأهلي 2-0، ثم مباراة العودة وهزم النادي الأهلي بهدف مقابل شيء. زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي، بالنسبة لدوري المجموعات، المباراة الأولى النادي الأهلي فاز على فيتا كلاب ويحصد أول 3 نقاط في دوري أبطال إفريقيا في دوري المجموعات، والتعادل الإيجابي مع شبيبة الثورة الجزائري في ثاني المباريات، والنهاردة إن شاء الله ثالث المباريات. مشوار بقى سيمبا في الذهاب، سيمبا فاز على مانبا سوالوز 4-1، وفي مباراة العودة سيمبا فاز 4-0. أما الذهاب فاز على أو هزم من نكانا 2-1، ثم فاز على نكانا ريد ديفلز بثلاثية مقابل هدف وحيد. أما فاز في أولى مبارياته على شبيبة الثورة الجزائري 3-0، ثم هزم في نتيجة غريبة جدا من فيتا كلاب 5-0. قائمة النادي الأهلي، شريف كرامي طيب خلينا نقول تشكيل النادي الأهلي الأول لأنه جالنا، فخلينا نقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي. طبعا يعني لازم نقول تشكيل النادي الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ناحية الشمال، وكريم ندفت وهشام محمد وعمرو السولية، جونيور أجاي، ثم ناصر ماهر وحسين الشحات. ده الثلاثي اللي هيلعب في هذه المباراة. هنتكلم طبعا على تشكيلة النادي الأهلي وإيه الراجل النهاردة بيلعب بثلاثة في وسط الملعب ولا اتنين، كل ده هنتكلم عنه مع نجومنا الكبار اللي هيكونوا معانا إن شاء الله بعد ما خلص الجرافيك ده على طول. هيكون معانا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير كابتن أسامة حسني، والنجم الكبير كابتن أحمد بلال. طيب ترتيب المجموعات أو ترتيب المجموعة الرابعة: النادي الأهلي في المركز الأول ب4 نقاط، وفيتا كلاب في المركز الثاني ب3 نقاط. ده قبل مباريات اليوم، طبعا بعد المباراه هقول لكم الترتيب هيبقى عامل ازاي. سيمبا من مباراتين عنده 3 نقاط، وشبت الثوره في المركز الاخير ب1 نقطة. ده ما قبل مباريات اليوم. اما حكام مباراه اليوم: حكما للساحه ماجيتي ناداي من السنغال، وحكم مساعد جبريل كامارا من السنغال ايضا، والحاج مالك سامبا من السنغال. ده طاقم التحكيم في مباراة اليوم النادي الأهلي ضد نادي سيمبا التنزاني. هنطلع نشوف تقرير عن حكام المباراة، ونرجع بعد هذا التقرير هنستقبل ضيوفنا الكبار: الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن أحمد بلال، كابتن أسامة حسني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، خلوني ارحب بضيوفي الكبار في حلقه اليوم. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، ازيك كابتن؟ اهلا بيك، ازيك حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال، ازيك يا بيل؟ ازيك سليم؟ الله يسلمك، الله يسلمك، تسلم. الله يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني، ازيك يا كابتن؟ ازيك كابتن؟ مبارك، كله تمام الحمد لله. اقول لحضراتكم برضو تشكيل النادي الاهلي مره اخرى: محمد الشناوي، احنا لسه كنا بنتكلم هيلعب ازاي، وهنقول لحضراتكم دلوقتي وجهات النظر المختلفه اللي موجوده. كابتن محمد الشناوي هيلعب النهارده في حراسه المرمى، هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ايمن اشرف وسعد سمير اثنين في وسط الملعب المدافعين، كريم ندفد وهشام محمد وعمرو السليه. دول هم بيقولوا ثلاثي، في ناس بتقول ثلاثي وفي ناس بتقول اثنين بس اللي هيلعبوا، وكريم هيلعب ناحيه اليمين، وجونيور اجاي وناصر ماهر وحسين الشحات. هنشوف كيف سيلعب النادي الاهلي في هذه المباراه. شريف اكرامي ومحمود وحيد ومحمد شريف وحسام عاشور، الحمد لله على السلامه لكابتن فريق النادي الاهلي كابتن حسام عاشور، ورامي ربيعه، الف حمد لله على السلامه رامي من الإصابة الطويلة، وأحمد حمودي وصلاح محسن. ده تشكيل النادي الأهلي والفريق وبقية الفريق من الاحتياطيين. كابتن شريف، إيه رأيك في هذا التشكيل أولا؟ طيب التشكيل مع حضراتكم، أمام حضراتكم على الشاشة. تمام، أنا وجهة نظري إن ده التشكيل اللي هيبقى كده، هيبقى كريم ندفد ناحيه اليمين وحسين ناحيه الشمال، او العكس، او كريم ناحيه الشمال وحسين ناحيه اليمين، والثلاثه ينزلوا في نص الملعب مع، او كريم ينزل في نص الملعب ثالث مع هشام وعمرو السولية. لكن هنشوف طبعا اراء نجومنا الكبار. كابتن شريف ابدا بحضرتك وراي حضرتك. زي ما هو على الشاشه كده، زي ما احنا شايفينه، اعتقد ده هو الشكل الامثل يعني.
لان فيش بس غير سويتش بين كريم وحسين شحات. وحسين شحات بطبعه بينزل لتحت وبيطلع لقدام وممكن تلاقيه راس حربه في اوقات كتير قوي. يعني طبيعه لعبه وطبيعه شغله ان هو متحرر. لا يعني حضرتك شايف ان 4 2 مش 4 3. لا 4 2 3 1. يعني 3 في وسط الملعب ندفد وهشام والسولية ولا لا؟ لا زي ما انت حطينا على التلفزيون كده اللي هو هشام محمد والسولية. هشام محمد خلاص وسولية. عشان تلعب 4 3 3 دي هتبقى صعب عليك انك انت تبتدي بالشكل ده. ولو كان المفروض ان احنا بنلعب على حسب امكانيات كل اللعيبه اللي هي موجوده وعلى حسب الظروف اللي احنا بنمر بيها. اللي انا شايفه دلوقتي هنشوفه بيني وبينكم في الملعب يعني. صح. هل هو فكر لاسارتي جديد او علم حاجه او ادى تعليمات بشكل معين؟ شايف ان اجايه بيحتم عليه ان هو بقى راس الحربه اللي موجود والسبورت بتاعه فرد يمين وفرد شمال مع الاطراف اللي بتطلع، هو متخيل انه يحسن اي تقصير او اي حاجه في حاله تعويضيه من معلول ومحمد هاني بيحلوا له اي مشاكل مع عمرو السوليه. الحقيقه عامل حاله كمان مخليها شايف الملعب حلو قوي، مخليها عامل مكمل كويس جدا نقل الحركه. هشام محمد لو يقدر يعمل زي فتحي لما جه لعب جنب عمرو وادى لعمرو حريه التصرف بالزبط. عند فتحي اداله حريه التصرف انه يطلع لقدام، فاعتقد ان ده يبقى الشكل اللي احنا هنتفرج عليه في اول 10 15 دقيقه. وان كان في معلومه بس هقولها ان في فرقه اتغلبت 8 بتاعت الافريقي التونسي. انا مش بتكلم على 8، انا بتكلم على 8 فرص اتحققوا الثمان فرص. فدايما انا وانت دايما نقول ايه؟ صح. وبلال عايزين كل حاجه تبقى جوه 13، هي دي اللي تسهل عليك الدنيا. صح. العب بقى بالطريقه اللي انت نفسك. تمام. بلال ايه رايك في التشكيل؟ هل بتختلف مع الكابتن شريف ولا شايف ان هو لا هو ده التشكيل؟ بمعنى ان هشام وهو ده المشكله يعني، او مش هي المشكله، هي ده اللي فيها كلام. هل هشام والسولية ولا هشام والسولية وندفد؟ لا بص، انا ممكن اشوف ان الراجل ممكن يلعب معلول وايمن اشرف وسعد سمير وهاني. تمام. يلعب بكريم والسولية وقدامه هشام محمد. ممكن هشام محمد هو ياخد الدور بتاع البلاي ميكر يعني. تمام. بغض النظر، لكن انا اقصد ان هو اثنين في وسط. انت برضه متفق لكن بتختلف الاسماء. خد بالك اثنين في وسط الملعب ويبقى هشام هو حلقه الوسط يعني، عارف ما بين الثلاثه اللي موجودين تحت الفرد، او الثلاثه اللي بيلعبوا اثنين فرد واحد من تحتيه. يعني هشام محمد بيعرف يعمل الحته دي كويس، حته البلاي ميكر يا كابتن. تمام. بيوجدها بشكل كويس يعني. نعم. هو اكيد مش عايز يلعب بثلاثه في خط النص، لان ثلاثه في خط النص على ملعبك برده كتير يعني، عدد كتير في نص ملعب. انت محتاج بس اثنين، ولكن هشام محمد في الظروف اللي بيلعب بيها دي ممكن هو يقوم بدور ناصر ماهر في المباريات اللي فاتت، اللي هو اللعيب بقى المحوري، اللعيب اللي بيلعب قدام الاثنين الميد فيلدر، ويلعب كريم نيدفيد ويلعب عمرو السوليه، هم دول الاثنين ممكن يلعبوا في نص ملعب. يلعب على الاطراف. يلعب على الاطراف ناصر ماهر. يلعب على طرف ملعب ناصر ماهر اوقات كثيره جدا داخل المباراة، ودي اللي كنا بنشتكي منها ان هو دايما بيطرف نفسه بقى على طرف من الاطراف. يلعب ناصر ماهر واوقات كمان يا اسلام خد بالك انت برضو عشان عندك مشكله في اللعيبه اللي بتتصاب واللعيبه اللي بتخرج واللعيبه اللي بتيجي، يعني عندك مشكله في الحته دي، فانت بتضطر انك تغير، تحط لعيب من لعيب في مكانه وتلعبه في حته ثانيه. فالنهارده ممكن كريم نيدفيد هو وعمرو السولية متوقع ان هو يكون، لان هم لعبوا بقالهم كتير بيلعبوا في الحته دي، وخلاص في انسجام ما بينهم، في حاله جيده ما بينهم الاثنين. كريم هو الوحيد اللي بيعمل بيعوض السرعه في المروح والمجال. مظبوط يا كابتن، وبيعمل عمليه الضغط بشكل كويس قوي، وبيضغط وبيطلع لقدام بيلعب من يعني اللعيب اللي بيلعب من بوكس تو بوكس، يعني اثنين مميزين جدا الحقيقه، وبيدي فرصه للسولية ان هو كمان يلعب لقدام، بيدي فرصه للسولية ان هو يهاجم. هو سؤال اسلام بس ان ناصر ماهر هيتطرف او يبتدي متطرف؟ ممكن يا كابتن. طيب هو كان بيطرف نفسه. ممكن يتطرف نفسه لو هيبتدي متطرف، هي دي اللي بتبقى شويه. تمام. ممكن يا كابتن، انا متوقع ان ناصر ماهر هو ممكن يكون يلعب حته اللعيب اللي بيلعب على طرف الملعب ويضم ويقابل، لان احنا شفنا الماتشات اللي فاتت اوقات كتيره جدا رمضان صبحي كان بيلعب طرف وبيخش يضم النص ملعب ويطلع يلعب على الطرف تاني، فدي شفناها الماتشات الكتير اللي فاتت كتير. فالنهارده ممكن ناصر ماهر يعملها، او ممكن كمان الراجل يغير من طريقته يلعب باثنين فراوده، يلعب باربعه واثنين فراوده من تحتيه، يلعب بالشحات، يلعب بجنرال جاي، ويلعب بالشحات هو الفرود يعني رقم 10 من تحتيه، ويلعب باربعه من تحت. وانا اتمنى يلعب الحته دي ان هو يلعب فرود واحد اجاي ويلعب من تحتيه بالشحات. نشوف اسامه لو رمضان صبحي موجود النهارده كان هيكون موجود في التشكيله الاساسيه على حساب واحد من وسط الملعب، وهتبقى طريقه صريحه واضحه 4-2-3-1 اللي بيعتاد بيها الاهلي خاصه على ملعبه، انك محتاج الثلاث نقاط النهارده خاصه بعد تعادل فيتا كلاب وشبيبه الثوره. فالمكسب النهارده ان شاء الله خلاص تبدا بقى تروح في حته بعيده شويه في المجموعه. لكن النهارده مارتن ياسارتي اكيد درس فرقه سيمبا، اللي بيمتاز فرقه سيمبا هو وسط ملعبهم والخط الهجومي، عندهم يعني خط وسط مع الحته الاماميه قويه. فالنهارده لازم النادي الاهلي يمسك وسط الملعب، وسط الملعب النهارده بوجود الثلاثي
انت النهارده هيبقى عندك شقين في المباراه، شق وانت معاك الكوره هيبقى في ناس بتشتغل شغل هجومي والطريقه تتحول ل 4 2 3 1 وانت معاك الكوره وبتبحث عن الفوز. كريم ندفد هنشوف اوقات بيكمل في التكمله الهجوميه، عمرو السوليه في وقت من الاوقات هنشوف هو اللي بيكمل التكمله الهجوميه، وهيبقى هشام محمد ممكن هو اللي ليه الدور الاساسي انه يقف محطه الارتكاز اللي كان بيلعبها عصام عاشور. لما بتفقد الكوره الطريقه بتتحول ل 4 3 3، بتلاقي الثلاثه في نص الملعب هشام محمد عمرو السوليه مع مع كريم ندفد، وهيبقوا الثلاثه اجمعين مع حسين الشحات مع ناصر منهم هم هيبقى الخط. انت عارف انا كنت ممكن اقول كده امتى؟ لو ناصر ماهر ما بيلعبش، يعني انا بختلف مع بلال تماما ان ناصر ماهر لا طالما موجود في الملعب يبقى في الحته اللي في القلب، هو اللي في الحته اللي في القلب وقدامه جونيور اجاييه. حسين الشحات اكمل بس حسين الشحات وحسين الشحات ولا ندفد. وكريم ندفد الاثنين على الطرف يعتمدوا على الانطلاقات، واحد يمين وواحد شمال بغض النظر عن اكمل لك بس اتفضل. والاثنين اللي وراهم هشام وعمرو السوليه. لا لا هشام وعمرو السوليه بيقول حته بلال ما كنت عايز ما انا بقول انا برد هو بيكلم لك السبورت يبقى ناصر قدامه مش متطرف، هيبقى تحت هي الحل الوحيد اللي انت عايزه ده ناصر ماهر يبقى في يبقى في القلب ناصر. ليه بقى يا كابتن شريف؟ ناصر ماهر عنده الميزه زي ممكن عند وليد سنان بيعرف يربط الخطوط ببعض. انت اللعيب ده مهم جدا. أيوة. اللي ازاي قرب ناحيه الشمال يربط الخط بتاع عمرو السوليه بالحته اللي بعلي معلول، هو ناصر ماهر بيقدر يشتغل الحته دي. كنا احنا مفتقدينها في مباراه شيره الثوره اللي كانت في الجزائر، كاتناكو لما نزل فرق هو اجاييه بدا يربط بقى الخطوط ببعض. صح. بدانا نشوف تمام. يقدر يعمل تمريرات اجاييه لما نزل. قول لي انت عايز تقول ايه في الموضوع؟ انا عايز بس عايز اقول حاجه مهمه جدا، يعني انا بخصوص ناصر ماهر. ناصر ماهر لازم تعوده ان هو يلعب جوه ال 18 في بعض في وقت من الاوقات. النهارده خد بالك مشكلتنا النادي الاهلي الماتشات اللي فاتت كلها ان احنا كنا دايما بالنادي ناصر ماهر لازم يكمل مع الفراوده. مظبوط. احنا النادي الاهلي النهارده لو لعبت النهارده بندفد ناحيه اليمين انت هتفتقد برده ندفد في حته ان هو لعيب بيكمل داخل ال 18، فاهم؟ يعني على طول برده ندفد ستايل لعبه على الخط، لعيب بيلعب على الخط. صح. ماشي انا معاك في الحته دي. لما حطيته في قلب الملعب ابتدى يبقى عنده مهام مختلفه خالص، ابتدى المهام بتاعته يقطع ويسلم ويحاول ان هو يقرب من 18. ممكن اشترك في كل ده احنا مع بعض. مش ممكن يكون مثلا الهدف اللي جابه في شبيبه الثوره الجزائري ان هو جاي من الوسط راح وجاب وكمل طبعًا وعمل من الوسط. أيوة من الوسط تمام. انا قصدي اقول لك ان هو من اي حته بقى من الوسط من اليمين من الشمال، بس هو ان هو كمل لقدام وبالتالي ده ادى للاسارتي ان هو يخليه يحطه على طرف من الاطراف سواء يمين او شمال مع حسين وناصر في النص بينهم وما يغيرش طريقه اللعب. خد بالك ممكن ولا مش ممكن نتكلم يا جماعه كابتن شريف مع بعض؟ يعني اتفضل يا كابتن. لا لا اتفضل كمل يا كابتن شريف. انا سرحان اسف. انت خلي بالك هي بس عايز نتكلم مع بعض. هتبان في الوقفه في الملعب طبعا. انا ساعات بنتكلم عشان نفهم الشكل العام. انا عجباني الحته اللي انت قلت تحرر هشام محمد ده تمام ويطلع قدام شويه، بس ناصر زي ما قال الاسلام يطلع لقدام برضه بس والاطراف تبقى ملك جونيور وحسين الشحات. يبقى حسين الشحات ما اتغيرش. جونيور انا متخيل هو هيلعب راس حربه اكيد. هو على الشكل اللي هو حاطه ده هو عادل جونيور زمان لما كان قبل ما يتصاب كان بيلعب في الحته دي او بيلعب في الشمال خالص. صح. وكان ليه علاقه مين اللي هيلعب راس حرب؟ هو زقت ناصر ماهر زقت هشام محمد مع ناصر ماهر اللي هو بياخد كل عرضيات محمد هاني وهو اللي بيجيب الاجوان. يعني هو مين اللي جاب في فيتا كلاب الجول؟ ما هو تحرك ناصر ماهر في المنطقه دي وبيجيد. بس انا مختلف فيه. لا ما انت تختلف بس انت هتشوفها احيانا في لا ما هتبان طبعا اثناء اللعب. انت بتتكلم على كريم ندفت وناصر ماهر مين اللي بيكمل في الحته دي من العمق يقدر ده يكمل ولا يقدر يكمل؟ عمرو السوليه كريم ندفت هو ده انا قصدي كده. بس عمرو بيبتدي نسمع بعض بس عشان الناس تفهم. نسمع بعض. عمرو بيبتدي متاخر. اللي اقرب بيبقى جونيور وناصر ماهر هم اللي اقرب لل 18. صح. وحسين الشحات ناحيه اليمين. تمام. عايز تقول ايه يا اسامه؟ قول. اللي هيبقى محطه الارتكاز في وسط الملعب هشام. هو هشام محمد مش هو يعني عمرو ميدفيلدر يعني اللي هو وسط الملعب ميدفيلدر. هيبقى ليه التكمله الهجوميه بالتبادل بقى. ممكن عمرو السوليه هتشوفه في وقت من الاوقات، كريم ندفد وقت من الاوقات طبعا، زائد الثلاثي زائد الثلاثي الامامي اجاييه زائد ناصر ماهر زائد حسين الشحات دول هيبقوا موجودين على طول في الخط الامامي. لكن هيبقى في تبادل دايما النهارده مع السوليه مع كريم ندفد، بس اللي هيبقى محطه الارتكاز هو هشام محمد النهارده. يعني انت اسامه عايز تقول ان هو هيلعب بكريم ندفد وهشام محمد وعمرو السوليه في نص ملعب. اه صح كده؟ ثلاثي في وسط الملعب. يعني مع رايي انا مع والكوره معاك وانت في الناحيه الهجوميه هيبقى في يعني تكليفات هجوميه لعمرو السوليه بالتكمله بكريم ندفد بالتكمله. لا انا شايف ان هو مش هيغير حاجه. هو لاعب هشام محمد وعمرو السوليه اثنين في وسط الملعب
وهيلعب كريم نيدفيد ناحيه اليمين وهيلعب حسين الشحات ناحيه الشمال او العكس، حسين الشحات ناحيه الشمال ناحيه اليمين وكريم نيدفيد ناحيه الشمال، وبينهم ناصر ماهر وفي الامام اجاي. انا بس دي وجهه نظري. عايز اقول بس تعليقا على الحته دي، بس انت كلامك انت خلي بالك كلامك ممكن يبقى مظبوط جدا ان هو يطرف اجاي ويبقى من تحته سواء بقى هشام محمد وناصر ماهر يطلعوا او عمرو السولية وناصر ماهر يطلعوا ويفضل موقف كريم نيدفيد، كل ده متاح في المباراه. في نقطه ثانيه برضو اسلام مهمه جدا، كريم نيدفيد من اللعيبه اللي بتعرف تضغط بشكل كويس قوي، ومن اللعيبه اللي عندها مجهود كبير في نص الملعب، ودي خد بالك ودي نقطه مهمه جدا قدام فرقه زي ما قال اسامه ان اهم العناصر بتاعتها لعيبه نص الملعب واللعيبه اللي بتلعب في الحته الهجوميه. مين بقى اخطر حاجه في فريق سيمبا؟ اللعيبه غير المهاجم، لا اللي جاي من تحت، مين ناحيه الشمال؟ انت بتتكلم على اطراف الملعب. اللي هو على اطراف الملعب اللي هو يا نيكوس جيان او واوا باسكال، واحد فيهم دايما بيغيروا مع بعض، اللي هو الطويل اللي بيلعب بشماله ده لعيب جامد جدا، لعيب كويس قوي بيلعب شبكات السرعات. فقد يكون وجود كريم نيدفيد ناحيه اليمين مع لمساعده هاني في هذا الموضوع. هنشوف بقى ده على حسب بقى ما حضراتكم بتقولوا، زي ما هنشوف في ملعب المباراه. احنا بنخمن وبنحاول نفهم الناس، ولكن ملعب المباراه قد يكون مختلف. عايز تقول حاجه قبل ما نطلع؟ لا، البدايه مهمه النهارده في مباراه النهارده. انت النهارده في هديه جات لك، مباراه شركه الثوره وفيتا كلاب، والنهارده التعادل عشان النجيل الصناعي. يعني النهارده لفت نظر اسامه للموضوع ده الحقيقة. قدر يلعب النهارده ويقتنص التعادل من فرقه قويه على ملعبها فيتا كلاب عشان نجيل صناعي هنا، وشيبه الثوره ملعبها اصلا نجيل صناعي، فقدرت تتعامل مع المباراه بشكل كويس. فالنهارده عندك هديه، النهارده بقى المفروض البدايه من لعيبه النادي الاهلي بدايه قويه جدا، لازم انزل ضغط عالي اقدر اخلص المباراه بدري. هو ده بقى النهارده ربنا يكرمنا توصل لسبع نقاط، تبدا بقى تروح في حته بعيده خالص في ترتيب المجموعه. تمام، هنكمل كلامنا عن مباراه نادي الاهلي ونادي سيمبا التنزاني، ولكن نطلع نشوف تقرير عن المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم. تحت شعار لا بديل عن الفوز، يدخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختبارا هاما مساء اليوم، حينما يستضيف نظيره سيمبا التنزاني عند 9 مساء على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. هي المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل اعتلاء المجموعة مبكرا، حيث يتربع الأهلي على الصدارة قبل مواجهة الليلة برصيد 4 نقاط، يليه فيتا كلاب الكونغولي برصيد 3 نقاط، ثم سيمبا التنزاني بنفس الرصيد، فيما يتذيل شبيبة الثورة الجزائري المجموعة بنقطة واحدة. يقود المباراة تحكيميا السنغالي ماجيتي ناداي. حرص المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتي لاسارتي على تكثيف الجرعات المعنوية للاعبين وحثهم بشكل مستمر على ضرورة مواصلة الانتصارات من أجل ضمان التأهل للأدوار النهائية للبطولة الإفريقية، وذلك بالرغم من حالة النقص العددي التي يمر بها الفريق خلال تلك المباراة بسبب الإصابات، حيث يفقد الفريق اليوم 4 من العناصر الهامة التي يعول عليها الجهاز الفني بشكل دائم خلال الفترة الماضية، وهم رمضان صبحي، ياسر إبراهيم، إسلام محارب، وليد سليمان، بينما يتواصل غياب وليد أزارو ومروان محسن، حيث يواصل الثنائي برنامج التأهيل الخاص بهما. حرص الجهاز الفني على مشاهدة العديد من المباريات الخاصة لفريق سيمبا التنزاني التي كان آخرها التي خسرها أمام فيتا كلاب بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، وكان ذلك بصحبة اللاعبين للوقوف على مواطن القوة والضعف للفريق التنزاني والتأكيد على مهام كل لاعب قبل مواجهة الليلة. منح الجهاز الفني تعليمات صريحة للاعبين بالهجوم القوي منذ الدقيقة الأولى من أجل تسجيل هدف مبكر يسهل المهمة، شدد على استغلال أنصار
إيقاف الفرص محذرا من الرعونة أو الاستهانة بالفريق المنافس، خصوصا وأنه ما يزال يمتلك حظوظ المنافسة على عجزه بطاقة التأهل، فضلا عن رغبته في تعويض خسارته في الجولة الماضية بخماسية. على الجانب الآخر، أكد باتريك أوسيما المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني على صعوبة المباراة، مشيرا إلى أن تحقيق الفوز على الأهلي في ملعبه هو أمر غاية في الصعوبة، خاصة بسبب فارق الإمكانات والقدرات التي ترجح كفة المارد الأحمر، لا سيما أن سيمبا يشارك في دور المجموعات في النسخة الحالية للمرة الأولى بعد غياب دام ل15 عام، وأشار إلى أن لاعبيه يريدون تقديم مباراة جيدة في حدود خبرتهم وإمكاناتهم. ويعول الجهاز الفني للفريق على الثلاثي الخطير ميدي كاجيري وصيف هداف البطولة برصيد 5 أهداف، الزامبي كلاتوس شاما ثالث هداف البطولة برصيد 4 أهداف، المهاجم جون بوكو، وهم الثلاثي الذي يراهن عليهم الجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، عايز برضو اسال حضرتك، كيف سيلعب النادي الاهلي من الناحيه الهجوميه؟ هو مش لازم بالاسماء، انا بتكلم خلينا انا وانتوا نتفق، واحنا متفقين ان الهجوم والبريس اللي هو عمله في الماتشين اللي فاتوا اللي هو في جابوا نتيجة. الدوري جابوا نتيجه وعملوا له شكل في الملعب، شكله حلو قوي. نعم، ناهينا على مين هيلعب بقى ناحيه الشمال، مين هيلعب ناحيه اليمين، انما الفكر نفسه والمضمون نفسه انه من تلت ملعب الخصم هناك هو بيهجم عليه، وبيبقى اول ناس مدافعين لينا اللي هم المهاجمين اللي احنا مش عارفين مين فين هيلعب يمين ومين هيلعب شمال. نص الملاعب لازم نص الملعب يبقى جنب الثلاثه اللي هم بيبقوا قدام دول، مع الاثنين اللي قدام، مع الثلاثه اللي قدام، مع سوليه، مع هشام محمد، لازم في تقارب للعب عشان ال1 2 اللي احنا اتفرجنا عليها الجميل على الارض والباس، ويمكن الارض النهارده تساعدهم باذن الله، بيبقى لاقيين في فرصه يعملوا مساحات لمعلول نقدر نستغله، لمحمد هاني نقدر نستغله، عايزين نسرق الناس دي من وراهم كده عشان العرضيات. أيوة. ولا ملاذ عندنا ان احنا في الفوز باذن الله يكون عن طريق العرضيات والدخول في ال 18 زي ما انتم اتفضلتوا وقلتوا، الكتير اللي هيدوس في ال 18 هيكون ليه سبق الاحراز النهارده اهداف، يعني هتلاقي ناصر ماهر ممكن يجيب هدف، هتلاقي اجاي باذن الله يكرر يجيب اهداف، حسين الشحات بقى يخش جوه مود الاهداف ويعرف في طريق الدنيا شكلها ايه والتعامل مع لعيبه النادي الاهلي شكلهم ايه والشكل اللي ممكن اكرر جول واثنين، هيدي روح ثانيه خالص، وده بيجي زي ما اسامه قال احنا عايزين في 10 دقائق نخلص باذن الله المباراه ان شاء الله. تمام كابتن بلال، ما هو انا برضو عايز اسال في ماشي من الناحيه الدفاعيه، خلينا نروح الناحيه الدفاعيه، كيف سيسيطر النادي الاهلي على سرعه نادي سيمبا في التحول من الدفاع للهجوم، خصوصا ان انت هيبقى عندك مفترض ان انت هيبقى عندك مساحات. بص، انت لما بتلعب على ملعبك مقسم مع فرقه زي سيمبا كده بتتميز بالسرعات في الهجمات المرتده السريعه، هم دايما فرقه هجمات مرتده سريعه، عندهم نص ملعب جيد جدا، عندهم اثنين على طرف الملعب لعيبه جيده، واحد من شمال ويمين، واحد ناحيه شمال واحد ناحيه يمين، عندهم سرعات وعندهم مهارات. النادي الاهلي بس كيفيه الدفاع، كيفيه الدفاع، هل انت النهارده لما الكره تتقطع هتتحول على طول لدفاع ضاغط من مكان الكره، ولا هترجع تلعب زون ترجع تلعب زون ديفنس، هتستناهم في نص ملعبك وترجع تلعب زون ديفنس؟ شفنا ده وده الشوط الاولاني والشوط الثاني. انا شايف ان الافضل بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه بتلعب على ملعبه انه يدافع، اول ما الكره تتقطع يبتدي يضغط من نفس الحته دي، هتخليك تبقى تبعد لعيبه سامبا عن المرمى بتاعك بشكل نعم. كبير صح. هتخليك قريب جدا لما تقطع الكره انك تعمل هجمه مرتده سريعه وانك تبقى قريب جدا من المرمى بتاعهم، هتخلي عندك حته الجري لان برضو لعيبه النادي الاهلي مجهده بشكل كبير، هتخلي حته الجري أقل. انك تعمل مسافات كبيره جدا في الجري انك ترجع تلعب زون ديفنس وبعدين تقطع الكره وبتبتدي هجمه ثانيه هتقللها شويه. فبالتالي انا شايف الطريقه الافضل زي ما لعبنا بالظبط المباراه اللي فاتت في الدوري العام يا كابتن، ومباراه المقاصه برضو في اول ماتش، انك بتضغط من مكان ما الكره اتقطعت، مهم جدا الاثنين بتوع نص ملعب او الثلاثه ايا كان اللي بيلعبوا برشلونيه بالظبط، الطريقه البرشلونيه، الطريقه اللي بيلعب بها برشلونه، الطريقه اللي بيلعب بها سيتي، هذه الطريقه الافضل بالنسبه لك كنادي اهلي عايز تسجل اهداف وعايز تستحوذ بشكل كبير جدا. اضافه للحته الهجوميه المفترض، اضافه للكلام كابتن بتاع كابتن شريف، انا عايز اضغط يا كابتن تمام، مهم جدا اللعيبه اللي موجوده في نص ملعب، لكن مهم جدا تنويع بقى الهجمات، مهم جدا انا بضغط شويه
بحاول ان انا اضغط، بحاول ان انا اسيطر، بحاول ان انا في وقت من الاوقات ان انا بقى استحوذ شويه. يعني مش كل هجمه الكره تبقى معاك عايز تروح تسجل هدف، مش كل كوره عايز تمسكها اسلام تلعب لعب طولي. في اوقات كتيره جدا عشان تاخد نفسك لازم تلعب لعب عرض شويه، لازم تلعب استحواذ سلبي شويه، استحواذ سلبي عشان تتعب الفرق اللي قدامك وتتعب الكوره وانت كمان. وده اللي كان بيفتقده يا بلال النادي الاهلي في الشوط الثاني مثلا في وادي دجله. وادي دجله كان بيعمله واحنا والنادي الاهلي ما كانش بيعمله. دجله لعبه 45 دقيقه استحواذهم اعلى، ولكن يعني هم طبعا ما فيش اي افكتيف على المرمى، ما فيش اي تاثير كبير على المرمى باستثناء كره او كورتين سجل منها هدف، والكره الثانيه الكره بتاعت محمد هلال بالظبط. انما انت كنادي اهلي مش من المفترض ان انت اسلام في اول 45 دقيقه انك تعمل كل حاجه في الكوره، تبذل كل المجهود. لا، انا وقت من الاوقات اضغط والعب على الجول، وقت من الاوقات استنى واستحوذ واهدى شويه، اهدى الريتم شويه. اللي هو الاستحواذ السلبي ده اللي حضرتك بتطالب بيه من المباريات اللي فاتت. بالظبط، عشان هو نهدى عشان يبقى عندك نفس. انت مش في كل ماتش يا كابتن هتقدر تسجل في الشوط الاول، ممكن تعمل كل المجهود ده. دجله كان عنده محمد عبد العاطي بيقوم بالقصه دي بالظبط، بيمسك الكوره وبيقدر يطلع اليمين شويه بيعمل ريتم. صح، انا ما عنديش لحد دلوقتي للاسف ما عندناش الحته دي يا كابتن. احنا كل كوره كده هم كانوا السرعه. يمكن النهارده مع وجود هشام محمد في وسط الملعب نعمل الحته دي، الباس بتاعه افضل. عمرو دلوقتي اتحسن جدا في ادائه، في وجود ناصر ماهر اللي نتمنى ان هو يكون النهارده في افضل حالاته. يملك الحته دي يا اسلام، يملك الحته دي. خد بالك يا كابتن عشان نقطه مهمه برضو، انك انت بتعمل كل حاجه الشوط الاول وبتيجي الشوط الثاني بتتعب شويه، بتريح شويه من السرعات. انت مش كل ماتش، مش كل ماتش ممكن تسجل في الشوط الاول، فبالتالي انت مش هتبذل كل المجهود ده، وممكن تبقى عندك باد لك الشوط الاول يا اسامه، فتيجي الشوط الثاني مش قادر، مش قادر هتخسر. فبالتالي لازم حته ان انت تنوع شويه الهجمات، تنوع رتم اللعب شويه، وخاصه عشان تيجي الشوط الثاني تلعب بشكل كويس. البودلاء كلهم مستشفى برضه يعني. لسه راجعين يعني، هنتكلم عن البودلاء. ولكن برضه كابتن اسامه قبل برضو ما اتكلم على تشكيل سيمبا، علي معلول ومحمد هاني الدور المعتاد منهم النهارده، يعني هل يهاجموا شويه؟ ما هو برضو خلي بالك هيبقى طريقه لعب نادي سيمبا دايما هتبقى في ظهر او في الحتت الفاضيه هنا. مظبوط، النهارده المدير الفني باتريك وسيم مدير فني سيمبا في المؤتمر الصحفي امبارح اتكلم مع النادي الاهلي، قال لك انا بقابل فريق قوي، فريق عنده خبرات، فريق بيمتلك جماهيريه كبيره، بيوصل دايما للنهائيات، وعارف هو ظروف النادي الاهلي والاصابات الموجوده عنده. فاكيد النهارده يعني خاصه بعد المباراه بتاعت فيتا كلاب اللي اتغلب فيها 5 في ملعب فيتا، النهارده ممكن يبقى عنده تحفظ شويه في الوقفه الدفاعيه، الخطوط تبقى متقاربه، وهيلعب زي ما الكباتن قالوا على الهجمه المرتده او على السرعات الموجوده عنده. النهارده زي ما انت بتقول يا كابتن اسلام، علي معلول، محمد هاني اهم مفاتيح لعب النهارده موجوده. النهارده لما هتلاقي في تكتل او تكدس دفاعي شويه لازم تشتغل بقى على الاطراف. النهارده علي معلول ما شاء الله بيعملها بشكل، بس يعني رمضان النهارده مش موجود، اللي هو دايما كان بياخد الكره ويخش جوه ياخد 2-3 لعيبه معاه ويفضي ظهره. مطلوب بقى من اللي هيلعبوا على الاطراف يعملوا الحركه دي، المفروض يعملوا اللعبه. لو حسين الشحات هيلعب هنا او كريم نيدفيد او ناصر ماهر لازم يشغل علي معلول. علي معلول يعني بيمتاز انه لما بيروح بيرفع عينه، شفنا مباراه وادي دجله يحط على راس حد بالظبط، يعني خلاها واحد ممسوك في 18 عملها لعمرو السليه تحت، فعنده تنوع في الكرات العرضيه. نفس الكلام محمد هاني ما شاء الله بيمر بحاله فنيه كويسه جدا، سواء في الناحيه الدفاعيه بيمر بحاله فنيه هجوميه كمان في النواحي الهجوميه، بقى مفتاح لاعب مهم بنشوفه دلوقتي في المباريات. لما كان بيلعب مساك بيأدي بشكل كبير، بيلعب باك رايت شفناه في مباراه شبيبه الثوره، كروس اللي عمله برضه لكريم نيدفيت مظبوط. فالنهارده عندنا مفاتيح هجوميه او مفاتيح لعب مهمه جدا هي الاطراف، علي معلول ومحمد هاني. بس النهارده بنشترط بقى، يعني علي معلول لما يعمل الكره بالعرض لازم الكلام اللي الكباتن قالوه، لازم التكمله الهجوميه. صح، ما ينفعش الاقي اجاي لوحده في 18، لا لازم الاقي النهارده اجاي، لازم الاقي ناصر ماهر داخل، لازم الاقي حسين الشحات داخل. النهارده لما بيدخلوا الثلاثه دول اوريدي عمرو السليه هتلاقيه قريب من قافل على 18 من هشام او كريم او اي حد. طبعا لازم يبقى فيه التكمله. النهارده عايز اجيب جول لازم واحد على العارضه الاولى، واحد في النص، واحد على العارضه البعيده، واحد على 18. هشام محمد قافل ورا الناس كلها، لازم المساكين ورا يبقى الخطوط طالعين. هو ده الفرقه النهارده ان شاء الله لو اتعمل من بدايه المباراه مع الضغط العالي ممكن يلاقي ان شاء الله يعني فيها اهداف. طيب، في بدايه المباراه نروح نقول تشكيل، نقول لحضراتكم تشكيل نادي سيمبا التنزاني في هذه المباراه. حراسه المرمى مانولا اتشي، وخط الدفاع واوا باسكال ومرشيد جوكو واشانتي كواسي ونيكولاس جيان، وخط الوسط جيمس كوتي وجوما رشيد وماكودي جوناس وايمانويل اوكوي، اما خط الهجوم كجيري ميدي وشاما كلاتوس. بدلاء جون بوكو، محمد الحسيني ومزاميرو ياسين وبول بوكابا وهارونا ودوكابل مولوكو وحسن ديولونجا.
ده تشكيل نادي سيمبا واحتياطي نادي سيمبا. خلينا نطلع نشوف تقرير عن نادي سيمبا ونرجع نكمل مع حضراتكم. أنا مش عارف أشكر حضراتكم إزاي الحقيقة، كل الجمهور اللي راح المباراة. لسه أسامة كان بيورينا دلوقتي ملعب المباراة وعلى التليفون، يعني كان بيورينا ملعب المباراة وقد إيه الجمهور متواجد زي ما حضراتكم هتشوفوا إن شاء الله في المباراة. لكن اللي عايز أقوله لحضراتكم، أنا بشكركم جدا 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 جدا، لأن هو ده جمهور النادي الأهلي. مش غريب على حضراتكم ان انتوا دايما تبقوا متواجدين في عز السقعة وفي عز المشوار الطويل وفي عز كل حاجة. 12,000 متفرج متواجدين في ملعب استاد برج العرب. شكرا يا جماعة بجد، مش عارفين نقول لحضراتكم ايه، انتوا الاساس وانتوا اللي مساندين. بس حاجة وحيدة، لان انا عارف ان في ناس بتسمع ملعب الاهلي من المباراة او من ملعب المباراة، من فضل حضراتكم الالتزام التام، الالتزام التام بتشجيع النادي الاهلي او التشجيع المثالي، الالتزام التام بتشجيع النادي الاهلي بدون التعرض لاي شيء، بدون التعرض لاي شيء. احنا عايزين نشجع النادي الاهلي بس، وعايزين نضرب مثل، عايزين نضرب مثل لكل الانديه قد ايه جمهور النادي الاهلي لما بيبقى مع لما بيبقى مع فرقته وبيوقف مع فرقته. هتشوفوا الشكل مختلف ازاي النهارده مع الفريق في ظل هذه الاصابات وفي ظل كذا وكذا وكذا، ولكن حضراتكم دايما اللي بتكونوا موجودين، فمش عايزين نفقدكم مره ثانيه خلال الفتره اللي جايه. من فضلكم الالتزام التام، واحنا يعني على دماغنا والله بجد. بشكركم جدا جدا لاستجابتنا او لاستجابه الدعوه اللي بقى الكباتن كلهم الحقيقه بيقوموا بيها خلال الاسبوع اللي فات، ان حضراتكم دايما بتبقوا موجودين لان انتوا السند الرئيسي والسند الاساسي في كل التكتلات اللي بتحصل وفي كل التضامنات اللي بتحصل وفي كل الامور اللي بتحصل اللي حضراتكم عارفينها، ولكن انتوا السند الرئيسي. يعني منظر يفرح يا كابتن شريف، يا كابتن اسامه، يا كابتن بلال. ما شاء الله، انا بس بهجه بصراحه في الملاعب بتحصل، وخاصه جمهور نادي الاهلي. اما بيبقى احنا محتاجين جمهور نادي الاهلي نتفرج عليه وهو يتمتع ويمتعنا واللعيبه تمتعه. وانا شايف ان الشكل اليومين دول بتاع الفرقه بتساعد ان يبقى في جماهير موجوده. تمام. ومش عايزين ننقاد بقى لاي حد يستفزنا. بالظبط، انا مالناش دعوه بيه، عشان انا نفسي اشوفكم في ماتش الزمالك ونفسي اشوفكم في ماتش بيراميدز عشان نفسي اشوفكم في الدوري عشان تبقوا موجودين، واحنا بنحتاج الحقيقه. تمام. الدفعه دي منكم القويه. كابتن بلال، طبعا ثقه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي في لعيبته ومجلس ادارته، وثقه كبيره جدا طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي واللعيبه في الجمهور بتاع النادي الاهلي، وهي دي دايما علاقه اطعك ده منذ قليل، وخروج لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني من الفندق الى ملعب المباراه. اتفضل يا كابتن. طبعا، ودي خد بالك ودي العلاقه المتبادله ما بين جمهور النادي الاهلي وما بين لعيبته ومجلس ادارته، علاقه دايما متبادله اسلام، علاقه فيها احترام، فيها تقدير، فيها حب، فيها تضحيه من الاثنين، من الطرفين، من النادي الاهلي سواء اذا كان لعيبه او مجلس اداره او من الجمهور طبعا للاعيبته ومجلس ادارته. يعني دي مش غريبه على جمهور النادي الاهلي يكون موجود في اي مكان، مش غريبه على النادي على جمهور النادي الاهلي ان هو بيضحي. زي ما انت اتكلمت من شويه، الجو برد جدا، الاجواء ممكن تكون صعبه، المسافه ممكن تكون بعيده، الاجراءات الامنيه ممكن تكون مشدده شويه، ولكن ده برضو ما بيمنعش جمهور النادي الاهلي ان هو يكون حاضر ومتواجد وبيؤازر. الناس بتعول بشكل كبير جدا. تمام. على بطوله افريقيا، وان شاء الله النادي الاهلي قدها باذن الله تعالى. كابتن اسامه، شكر واجب طبعا، لازم نوجه الشكر لجماهير النادي الاهلي على التواجد بعدد كبير، برغم انك انت ما بتلعبش في القاهره وبتلعب في برج العرب طول المسافه. المباراه الساعه 9 تخلص الساعه 11، العوده برضو انك ترجع متاخر بيتك، فلازم نشكر الجماهير دي. يعني شكر واجب هنا من قناه النادي الاهلي، هم الاصل وهم اللي دايما السند الحقيقي للنادي الاهلي واللاعب رقم واحد والمشاركين دايما في كل بطولات النادي الاهلي. وفرصه برضو عايزين نقفل، يعني ما نديش فرصه لحد يكون متربص بالنادي الاهلي ويمنع جمهور النادي الاهلي انه يدخل. لا، لازم النهارده نبقى نموذج في التشجيع مع فرقتنا، مساندين دايما لفرقتنا ان شاء الله، ونحقق المكسب النهارده. وبرضه بنشكرهم، كانوا متواجدين امبارح في مباراه الطايره في البطوله العربيه، يعني ما شاء الله جمهور النادي الاهلي يعني بدا يرجع تاني ورا فرقته. فنتمنى ان شاء الله. الناس، الجمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء، عشان كده في ناس كتيره جدا نفسها تحرم النادي الاهلي من جمهوره. فخدوا بالكم كويس جدا من الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم. عايزين حضراتكم تبقوا يعني وكالعاده يعني تشجيع مثالي بكل الطرق. طيب، خلينا نروح نشوف برضو لاسارتي قال ايه في المؤتمر الصحفي امبارح ونرجع نكمل مع حضراتكم.
زي como todos los partidos de Champions. Hay lógicamente un nivel de paridad, de equilibrio. Nosotros jugamos en casa, jugamos en nuestro país. Y por lo tanto tenemos la obligación de tratar de ganar, de intentar ganar. Seguro que no va a ser tarea fácil. Aquí el rival tiene buenos futbolistas, es un buen equipo. El منافس بتاعنا عنده لعيبه كويسه وهو فريق كويس. Pero confiamos mucho en nuestro grupo. En nuestra gente. Y vamos a hacer seguramente un muy buen partido. واكيد هنعمل ماتش كويس جدا. No, no, las lesiones las tenemos, todos lo saben. الاصابات موجوده وكله عارف كده. Pero bueno, no son forman parte de la cuestión deportiva. لكن ده بيشكل جزء من عالم الرياضة. Cuando están todos. لما يكون الفريق كامل بيكون كامل. Y cuando no, bueno, hay que echar mano al plantel. Tenemos un muy buen plantel. لكن في الحالة إن يكون في إصابات عندنا تشكيلة تانية وكل تشكيلة بتكون موجودة. Forma parte del recorrido, ¿no? Forma parte del recorrido. ده الطريق اللي موجود دائما في عالم الرياضة. Ya he dicho eso. Para mí, cuando un equipo está en champion. بالنسبة له فريق موجود في بطولة. Evidentemente tiene nivel. ده بيكون ليه مستوى أكيد طبعاً. بيكون ممتاز. Es un equipo que ha ganado con resultados elocuentes, importantes. هو فريق وكسب بنتائج كويسة. También ha perdido algún partido así. وخسر برضو في ماتشات تانية. Pero bueno, el fútbol es fútbol. الكرة هي كرة عامة. Es el día a día, es el presente. هي الحاضر واللي قدامنا. Bueno, respetamos mucho en este caso al rival. بنحترم جدا المنافس بتاعنا. Pero confiamos mucho en nuestras capacidades. بس بنثق في قدراتنا. Y en nuestro potencial. وفي قوتنا. Tenemos algunos, recuperamos algunos jugadores. احنا رجعلنا. Hemos recuperado a, bueno, a Hesham. Hesham رجع. Hemos recuperado a Shur. Shur. Hemos recuperado a Salah Mohsen. Salah Mohsen también. Hemos recuperado a, bueno, a Samir, que ya estuvo la semana pasada. Hemos recuperado, o estamos intentando recuperar a Rami. ¿Ya? Es decir, allá estamos hablando de 5 o 6 jugadores que no estaban en las últimas semanas. En algunos casos más tiempo. Pero bueno, estamos intentando que empiecen a participar, que empiecen a competir. Que se pongan en forma. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، كيف يلعب فريق سيمبا؟ برضو عايزين نقول للناس كيف يلعب فريق سيمبا. والله احنا كنا بنتناقش، انا بغش منكم، كان هيلعب ازاي سيمبا. كنا بنتناقش قبل استاذنا وعارف اتفضل. لا يا حبيبي، انا بنتناقش قبلها، فكل واحد فينا قال راي. انا كنت متخيل ان هو بيلعب 4 4 2 يعني، فاسامه صلاح للمعلومه قال لا، بيبتدي ب 4 2 3 1 برضو. والشكل الهجومي ان هو الراجل الكاجيري مديدا هو الهداف بتاعهم، وجايب اعتقد 4 اهداف كجيري ميدي. ودي لقطات لتدريب فريق سيمبا في ملعب المباراه امبارح الحقيقه، وهم بيتمرنوا امبارح. اتفضل يا كابتن. وعندهم الراجل اسمه جيمس كود، ده من ناحيه اليمين، ده راجل برده بيشتغل كويس قوي. تمام. بيعمل على الاطراف وبيعمل زيادات عدديه. انا الحقيقه ما اتفرجتش عليهم يا اسلام يعني. في الماتش اللي هو لعبوه قدام اللي كسبوا فيه 3 لعبوا، كسبوا الثوره فيه 3. تمام. هي عمليه بس الارض الترتان بتفرق كتير قوي مع فرقه شباب الثوره، فانا مش شايفين ناخد شكل معين للفريق ده يعني. تمام. كابلان، بص، اعتقد هيلعبوا زي ما لعبت فيتا كلوب بالظبط كده. هي قفل بشكل كويس قوي في نص ملعبه. تمام. هيحاول يلعب على هجمات مرتده، يحاول ان هو يقفل عليك الاطراف بتاعتك، لانه عارف ان النادي الاهلي الخطوره بتاعته او مكمن الخطوره الحقيقيه هي اطراف الملعب بتاعته، الثلاثه اللي موجودين قدام، الاثنين اللي بيلعبوا على الطرف، بالاضافه للمان تارجت او الفيرود الصريح بتاعك. هيحاول يقفله بشكل كويس جدا، مش هيبقى في تقدم منه، هيبقى تقدم بحذر شديد جدا. هيلعب على هجمه مرتده سريعه، خاصه ان هو بيمتلك زي ما قال الكباتيكا، بيمتلك عنصرين من العصر اللي عندها المهاره وعندها السرعه، فهيشتغل عليك في الهجمات المرتده من ورا طرفي الملعب الموجودين عندك، سواء الباك رايت او الباك ليفت. هيحاول يلعب على
على اللي بيخرج فيهم او هيحاول يلعب على اللي بيهاجم فيهم، هيلعب بشكل سريع، هيحاول ان هو كمان تقدمه هيبقى بحذر شديد جدا. هو مهم بالنسبه له انه يخرج بنقطه التعادل، صح. يعني ممكن النهارده ممكن ما يكونش بيلعب على الفوز، ممكن النهارده يكون كل الهدف بتاعه انه يخرج بنقطه التعادل. فكون ان هو النهارده يوصل معاك النهارده انه ينهي الشوط الاول، هو كمان اكيد متابع النادي الاهلي في افريقيا ومتابع النادي الاهلي في الدوري العام، فعارف ان الاهلي اول 45 دقيقه هينزل ضغط بشكل كبير جدا، فيحاول يقفل بشكل كويس قوي، يلعب زون، يلعب دفاع نص ملعب، يحاول يلعب كمان مان تو مان في بعض الاوقات، لان انا شفتهم هم بيلعبوا داخل ملعبهم في بعض الاوقات بيلعبوا مان تو مان على ال 18 يعني بيمسكوا على طول، ما بيلعبوش ما بيسلموش من مان لمان. فالنهارده دي اعتقد ان دي هتبقى طريقه اللعب اللي هيلعبوا بيها، هيحاولوا يهاجموك من اطراف الملعب، نعم. لان هي دي السرعات اللي موجوده عندهم، ويستغلوا لعيب الفرق بتاعهم الهداف بتاعهم اللي جايب اربع اهداف تقريبا، اللي هو ميدي تقريبا، كجيري ميدي هو ده اللي جايب اربع اهداف او ثلاث اهداف في الـ في الـ في الـ في, الـ في البطوله الافريقيه، لعيب جيد جدا. فهو دي الطريقه اللي هيلعبوا بيها اسلام النهارده من وجهه نظري الشخصيه. طيب اتفضل يا كابتن اسامه. يعني داخلين مباراه النهارده بعد ما هم خسروا المباراه اللي فاتت امام فيتا كلاب 5، فاكيد برضو يعني معنويا ونفسيا هيبقى عندهم تحفظ في بدايه المباراه، خاصه ان هم عارفين النادي الاهلي طبعا انت بتلعب وسط جمهورك على ملعبك، فالنهارده ممكن يبقى فيه تحفظ شويه في النواحي الدفاعيه. اضعف خط في فرقه سيمبا هو خط الدفاع، شفنا في المباراه اللي فاتت امام فيتا كلاب اللي كسبوا فيتا فيها 5 عندهم مشاكل في الكرات العرضيه، وكانوا احرزوا هدفين فيتا كلاب من ضربتين ركنيتين جابوهم اهداف، فعندهم مشاكل في الكرات العرضيه، عندهم برضو مشاكل في التمركز الدفاعي ورا. شفنا فيتا كلاب راح بكرات كتير من القلب، عندهم في وقفه غلط، بيلعبوا دايما ما تلاقيش بيلعبوا على خط واحد، تلاقي ممكن في واحد مأخر طالعين في وقت من الاوقات. فدي النهارده ممكن لتدي يعني فرقه سيمبا ان تلاقي الخطوط قريبه شويه من بعض، ويبداوا يشتغلوا على الكرات الطويله او الانطلاقات من تحت. فهي دي يعني ابرز نقاط الضعف في فرقه سيمبا، هي الخط الخلفي، خط الظهر بتاعهم، الباك ليفت بيقف كتير غلط، عندهم الكرات العرضيه لازم نشوفها كتير من علي معلول ومحمد هاني، خاصه ان هم يعني ضعاف شويه في الكرات العرضيه وفي الكرات الثابته برضو. النهارده الناس اللي بتلعب في الخط الهجومي الامامي للنادي الاهلي زي اجايي او ناصر ماهر او حسين الشحات يعني محتاجين شويه، ما بقاش في مركزيه يعني محتاج اشوف مثلا حسين الشحات بدل ما هو فاتح الخط على طول، لا محتاج ممكن اشوف حسين الشحات يدخل جوه، ممكن ناصر ماهر هو اللي يخرج بره، ممكن اجايي يطلع بره، ناصر ماهر يبقى راس حربه. عدم التمركز ده بيخلخل الخط الخلفي او خط الظهر بتاع فرقه سيمبا. اخيرا يا كابتن شريف، هل استطاع النادي الاهلي الفوز وحظ 3 نقاط في هذه المباراه على الرغم من كل الصعوبات وكل اللي بيحصل مع النادي الاهلي خلال هذه الايام؟ مما لا شك فيه طبعا لازم ان شاء الله يحرز ال3 نقاط وما يديش فرصه لفرقه سيمبا اللي احنا بنتكلم عنها انه ليه وجود، يعني هو رياكشن لفرقه النادي الاهلي وتحركات النادي الاهلي ان شاء الله السريعه، وبنتمنى برضو ان في اول 10 دقائق ربع ساعه تكون انت بتنهي المهمه باذن الله. تمام كابتن بلال. طبعا النادي الاهلي قادر ان هو يكسب المباراه، الاهلي يمكن مقارنه بسيمبا الفروق كبيره جدا ما بين النادي الاهلي وما بين سيمبا، حتى الفروق في اللعيبه، الفروق في الامكانيات، الفروق كمان حتى في طريقه اللعب، الامكانيات اللي موجوده الاهلي قادر بطريقه اللعب اللي لعب بيها المباريات اللي فاتت مع شويه من الهدوء شويه، اعتقد المباراه هتبقى لصالح النادي الاهلي بشكل كبير جدا. عمليه الضغط عليهم في نص ملعبهم الافارقه دايما لما بتضغط عليهم يعني بيتبرجلوا بلغه الكوره يعني. تمام، ما بيقدروش ما بيعرفوش ان هم يتمركزوا بشكل جيد. كمان اسامه قال حته مهمه جدا يا اسلام، ودي جربناها في كل المباريات الافريقيه، الكرات العرضيه سلاح مهم جدا جدا، لان الافارقه عندهم مشكله، عندهم عشوائيه بشكل غير طبيعي في الكرات العرضيه. تمام كابتن اسامه، البدايه النهارده القويه في الضغط مهمه جدا، هي اللي هتركبك المباراه. تاني حاجه حته استغلال الفرص من بدري، لو تقدر تستغل الفرص من بدري ان شاء الله يعني تقدر ترتاح وتكسب الماتش. والحاجه برضو المهمه ان شاء الله مع المكسب النهارده ربنا يكرم اللعيبه ما يبقاش فيه اصابات يا رب، دي اهم حاجه. نتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذه المباراه مره ثانيه ثالثه ورابعه. شكرا لحضراتكم، شكرا لوجود حضراتكم في ارض الملعب، يعني انتوا دايما معانا هنا على الشاشه لكن انا بتكلم على ارض الملعب. شكرا 12000 متفرج متواجدين في ارض الملعب، بنشكرهم وبنقول لهم دايما على راسنا من فوق ودايما هتفضلوا واقفين مع النادي الاهلي. وانا متاكد ان لو الاستاد ده النهارده كان مفتوح ان هو يجي الجمهور كله في عدد الاستاد بالكامل، اعتقد ان كان كل جمهور النادي الاهلي هيبقى متواجد 60-70 ألف متفرج في هذه المباراه. بنشكر حضراتكم مره ثانيه، انتوا دايما السند وانتوا الظهر وانتوا دايما اللي واقفين في ظهر جمهور النادي الاهلي وفي مجلس ادارته اللي حاضر في امام حضراتكم
على الشاشة. مجلس إدارة النادي الأهلي بيحضر هذه المباراة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وهنسيب حضراتكم مع تقرير مع العميد محمد مرجان ورسالة لجمهور النادي الأهلي مرة أخرى ما قبل هذه المباراة. بعد كده نتقابل بقى مع حضراتكم إن شاء الله بثلاث نقاط ما بعد المباراة، ونرجع مرة تانية مع الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن أحمد بلال، الكابتن أسامة حسني بعد تقرير الكابتن محمد مرجان. هنطلع ونتقابل مع حضراتكم مرة تانية بعد نهاية المباراة. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، أجواء وكواليس مباراة الأهلي وسيمبا بطل تنزانيا على استاد برج العرب بحضور جماهيري مكثف إن شاء الله كعادة جمهور النادي الأهلي. لكن عايزين نتكلم على التفاصيل وأمور المباراة وأمور عديدة جدا مع العميد محمد مرجان طبعا المدير التنفيذي للنادي الأهلي. محمد بيه طبعا إن شاء الله النهارده يكون النادي الأهلي موفق، حضور الجماهير عليه دور كبير، المساندة والدعم مطلوب من جمهور النادي الأهلي. في البداية بتشوف المباراة إزاي؟ بتشوف الجمهور إزاي؟ والمباراة بشكل عام بتمثلك يا محمد بيه؟ طبعا هو ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق النادي الاهلي النهارده ونستكمل المشوار الافريقي اللي الجمهور المصري بيحلم بيه. هو النهارده طبعا زي ما احنا كلنا عارفين التذاكر نفذت، ودي في حد ذاتها يعني حاجه جميله. المباراه الساعه 9، ظروف صعبه جدا، برج العرب، الجو يعني، بس الحمد لله الجو النهارده معقول كويس. 12,000 تذكره. طبعا بتوجه الشكر طبعا لمديريه امن اسكندريه، لان يعني النهارده احنا كنا ابتدينا المحضر او الاجتماع التنسيقي قبلها باسبوع، وهو ده اللي يمكن سهل علينا. التذاكر في اطرحت لجماهيرنا 3 ايام في منفذ اسكندريه، المنفذ اللي احنا فتحناه في اسكندريه 3 ايام التذاكر بتباع. السيستم نفس القصه، اتفتح قبلها بفتره كويسه، فهتلاقي النهارده الحمد لله يعني الجمهور يعني بنشكر جماهيرنا اللي هي بتيجي ورانا في كل حته، والتذاكر النفذه دي بتدل على وعي الجماهير اللي احنا بنراهن عليه، وده اللي بيشجع رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اللي هو يتحرك ان احنا ازاي يبقى في زياده لاعداد الجمهور الفتره اللي جايه وخصوصا في المشوار الافريقي. دي حاجة. وبعد كده أنا لسه كنت حتى بتكلم وإحنا جايين، أنا لسه واصلين أنا وكابتن سمير عدلي ربنا يديله الصحة. طبعا احنا متابعين، انت عندك الامن الاداري للنادي الاهلي والمديرين النادي الاهلي يمكن موجودين هنا في اسكندريه من بدري، في برج العرب من بدري، العميد علاء، العقيد احمد النحاس، العقيد محمد سعيد، وهو يمكن اول مره نائب مدير فرع الشيخ زايد اول مره يطلع ويشارك في تنظيم مباريات، موجودين من بدري عشان يستقبلوا جمهورهم بالتنسيق مع شركه الامن وفي نفس الوقت مع مديريه امن اسكندريه. ففي الحمد لله يعني مجهود بيبذل عشان خاطر جماهيرنا وعشان خاطر النادي الاهلي قبل اي حاجه، وده دور النادي الاهلي اللي انا شايفه. يعني انا اكتشفت النهاردة اللي احنا عندنا من كتر الشغل مجلس إدارة، أنا عندي لجنة شؤون عضوية شغالة، أستاذ إبراهيم كفراوي وأستاذ محمد الجرحي هناك في النادي، وهيخلصوا وهيجوا عشان يحضروا المباراة، وما شاء الله في إقبال إعداد يعني الحمد لله كويسة اللي هي تكون اعضاء في النادي الاهلي، لانه انا يعني شايفينها شرف لاي حد اللي هو ينتمي للنادي الاهلي، وشرف لاي حد يحمل عضويه النادي الاهلي، فده في حد ذاته حاجه كويسه. عندنا النهارده على المستوى بقى الرياضي هتلاقي النهارده عندك مباريات الاهلي والزمالك في كره طايره سيدات في الاستاد القاهره، وعندك النهارده الاهلي والاتحاد في كره السله رجال على صاله النادي الاهلي، وعندك النهارده برضو الاهلي وبتروجيت رجال كاس مصر، وبعد كده عندنا النهارده برضو الاهلي وسيمبا افريقيا، وعندنا النهارده لجنه الشؤون العضويه، عندنا النهارده على مستوى بقى اجازه نص السنه على مستوى 3 فروع الشيخ زايد في احتفالات عشان خاطر الاطفال، في الجزيره نفس القصه. فطبعا انت لما تيجي تكتشف وتدور تلاقي الحمد لله رب العالمين، هي دي بقى الروح اللي الناس بتتكلم عليها، او روح الفنانه الحمراء، روح الفريق، مجلس اداره بيشتغل بروح الفريق، اداره تنفيذيه الحمد لله رب العالمين. فلازم ما تقدرش تقول غير حاجه واحده بس، جمهور النادي الاهلي، أعضاء النادي الأهلي، إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارته، كل حاجة واحدة لخدمة النادي الأهلي. فعشان كده احنا دايما بنقول بنراهن على وعي جماهيرنا، بنراهن اللي جماهيرنا ما بتخرجش عن السياق، بنراهن لجماهيرنا تخلي بالها من الناس، العناصر المندثرة اللي بتخش جواها اللي هي عايزة تخرجها، هي خليك ملتزم، لأن في مجهود بيبذل جامد جدا جدا. وأنا شايف وده رأيي الشخصي طبعا، اللي ده دور النادي الأهلي كمؤسسة وطنية بتحترم القانون المصري، تحترم الدولة المصرية، عارفة دورها كويس قوي في المجتمع المصري. فالنهارده اللي انا بتكلم فيه ده، انت بتقدم للمجتمع المصري جيل رياضي، بتقدم للمجتمع المصري ثقافة عن طريق اللي انا بقول عليه النشاطات اللي بتحصل على مستوى 3 فروع لاطفالنا، بتقدم للمجتمع المصري يعني ازاي في ناس بتقدم اللي هي تشارك في النادي الاهلي عشان خاطر مبادئه وعشان خاطر النادي الاهلي بقيمته وشموخه، فدي حاجة كويسة جدا الحمد لله. واتمنى يعني طبعا لازم بوجه كل الشكر للاداره التنفيذيه وزمايلي اللي هم شغالين معانا، لان فريق العمل لو احنا مش ما بنشتغلش فريق واحد عمرنا ما هناخد خطوه لقدام.
فلازم طبعا اللي موجود في مصر النهارده ليه دور، سواء اللي هو حسن مسعود المدير فرع مدينه نصر، سواء الاستاذ خالد مرسي مدير الجزيره، سيادة وائل الفيشاوي، نوابهم موجودين النهارده في برج العرب موجودين، هتلاقي كابتن رفعت عبد القادر النشاط الرياضي بيتابع الاربع مباريات اللي عنده، كلها مباريات مهمه يعني الباسكت كاس مصر والدوري واهلي والزمالك بطوله عربيه، دي طبعا ربنا يكرمهم النهارده ان شاء الله، وعندك الرجال كاس مصر، فهتلاقي برضه كابتن رفعت شغال، النشاط الرياضي شغال، الاداره التنفيذيه شغاله، فالحمد لله. واللجان كان في برضه الصبح لجنه المراه في زياره المستشفى بهيه، فانت قايم بدور مجتمعي رياضي يعني الحمد لله، ربنا يتمها بالخير يا رب ان شاء الله. منك برضه الرساله للاعبتنا، انا عارف ان لاعبتنا على قدر المسؤوليه ان شاء الله في المباراه دي. وقبل الرساله كمان يمكن بنقول في الكواليس حاجات مهمه جدا يا محمد، بان يمكن مجلس الاداره بيكثف مجهوداته بشكل كبير مع القيادات الامنيه ومع الجهات المعنيه لعوده الجمهور بالشكل اللي بيأمله وبيطبعه مجلس الاداره، الناس ما تعرفش الكواليس دي خالص يا سياده العميد. لا بص، احنا النادي الاهلي بيشتغل دايما في صمت، وكابتن حسن وكابتن خطيب وانا وكابتن صالح سليمان، انت عمرك ما لقيت مسؤول في النادي الاهلي بيطلع يتكلم. النادي الاهلي بيشتغل في دايما في صمت، ان ليك دور انت عارف دورك ايه وبتاديه، وبتتحرك الخطوات اللي هي تكون من وجهه نظر النادي الاهلي هي دي الاصول اللي النادي الاهلي بتربى عليها. ما بحبش الدوشه يعني، انت بتشتغل. النهارده كان في لقاء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي، والراجل شاب يعني متحمس جدا لعوده الجمهور، ودايما كل خطوه انت بتاخدها الحمد لله رب العالمين جمهورك هو اللي هي يعني اللي هيخلي الناس يبقى قلبها جامد، وجمهورك هو اللي هيخلي الناس تتكلم بقلب جامد. امبارح كانت احياء ذكرى شهدائنا في بورسعيد ولادنا، يعني احنا احيينا الذكرى بالورد، احيينا الذكرى، وانا دايما بقول كده احنا بنحيي الذكرى بالورد، وبنحيي الذكرى بالبطولات، بنحيي الذكرى بالانتصارات، هو ده احياء الذكرى الحقيقي ل يعني شهدائنا، وهو دي اقل حاجه لان هم في قلوبنا ومش هننساهم، ودايما هم حافز ليك عشان تنتصر، حافز ليك عشان تشتغل، حافز ليك عشان خاطر تقدم خدمه كويسه، فده دايما قدام عينينا، فانت بتتحرك كل ما الجمهور النهارده بيلتزم، كل ما انت قلبك بيجمد وبتبقى بتتحرك في كل حته عشان خاطر يرجع جمهورنا تاني، فربنا يسهل ان شاء الله. الله يخليك، ربنا يخليك، متشكرين. بنشكر اكيد طبعا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اكيد التكاتف مطلوب من جمهور النادي الاهلي، وايضا كمان مجلس الاداره زي ما ذكر العميد محمد مرجان في مجهود كبير جدا بيبذل خلال الفتره القادمه للجمهور وللادارات وللانشاءات العديد ان شاء الله خلال الفتره القادمه تكون انتصارات دايمه للنادي الاهلي.